حالة من التذمر يعرفها حيل بار بأهالي مدينة بوسماهي. ففي رابع أيام العيد اختفى الطفل حسام ذو 8 سنوات في ظروف غامضة. خرج لهنا للحانوت هذه يشري شرا فلاش، من بعد ولا لهنا قعد شوية، من بعد هو يدور لهنا يلعب غير لهنا، هذا ما كان ما كاش. كي خرجت اختو الحاج نسقسات مول الحانوت قالت له قال لها غير كيما شرا فلاش، هو صح جا لهنا كلاه بصح من بعد ولا يلعب لهنا وكاع كيحوسوا عليه ما لقاوش. صرات أول خطرة اللي يديرونا الاختطاف نتاع هذا الطفيل هذا اللي تودر، هذه هي الخطرة الأولانية. وزيد كيما قلت لك هنايا الأمن ما كانش، الأمن ما كانش في بلاصة هذه، الأمن غير موجود في هذه البلاصة هذه. هدوء تام، الكل يحمل هاتفه ويتطلع على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما يتلقى خبرا مفرحا لظهور الطفل. فيسبوك باسكو عنده شعبيه بزاف، صحابك يشوفوا بالك، ومعنا عندي لي زامي ميلات اخرين سمعنا من الخبر هكا جويت بعد الربع سوايع ولا ملي سمعنا خبر، انا قلت باك كي قلت باك ندير صورته في فيسبوك ولا باك نلقاه، بارطاجيت كاع للشعب، بارطاجيت كاع لي زامي تاوعي كاع، درناه في كاع لي باج تاع بوسماعين تاع تي باسا كاع. البارح 12 ونص واحد علي احنا في الغيب ندورو، 12 ونص واحد علي ندورو في الغيب، جا درمي والله ما يدوروها، عيطنا لهم دورو قال لك قال لك دوك نجو، مانيش عارف عنك فين رانا نبانو لهم، دوك الا مانيش عارف الا رانا نبانو لهم عباد، عباد ماناش عباد، قال انتوما ماشي عباد، الكونيكتو رانا دايرين كلش، كاع صوالح، هذا خونا وماشي جارنا، خونا وكلش، كاين ناس راهي تجاوب معانا وكاين كل واحد وكل واحد وكيفاش، كاين اللي قال لك يا ودي فيها خير، كاين يقول لك انا نديرو اللي علينا، واحد الطفلة صغيرة واحد الضربه ولقاوها مربوطه، اسمح لي لقاوها مربوطه، ايبا ما كملوش تبعوا لونكات. مهما كانت خاتمه قصه الطفل حسام الا ان حمايه الاطفال اصبحت مسؤوليه الجميع، اختفاء اختطاف او ضياع، الضحيه دائما طفل، فالى متى دري؟ واش دار هذاك؟ واش دار؟ مئاتيش واش دار؟ حرام عليهم.